السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجيش اكرامي هجرس عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا، يا رب تكونوا بخير. اول حاجه انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، اسف على المنظر اللي انا فيه. عندي بس تصوير، ان شاء الله هتشوفوا حاجه محترمه وحاجه كويسه قريب جدا. ثانيا، وده اهم موضوع طلع اتكلم معاكم فيه، وحياه ربنا الواحد زهق حقيقي. تملي بطلع اتكلم ودافع عن احمد حسن لان ده صاحبي وانا بحبه، وهفضل اقول للناس كلها احمد حسن انا بعزه وبحبه جدا، ويمكن انا اخوك كبير. الحاجه الثالثه وده الاهم، الناس مش سايبه حد في حاله. هتقولوا يا اكرامي انتوا اللي عارضين حياتكم على السوشيال ميديا، وانا عارف ان في واحد دلوقتي حالا قاعد ماسك الموبايل قبل انا ما اكمل كلامي عايز يشتمني مثلا، هيقول لي بس يلا او ايا كان. طيب الراجل بيعمل فيديوهات هو ومراته عادي جدا، هو عايز يعمل يعمل. ناس بتخش تقول له انت ديوس، انت ما بتحسش، انت ما عندكش دم، انت ما عندكش نخوه، انت ازاي تطلع بنتك ان الدنيا مقلوبه عليه؟ اكيد شفتوا كلكم الدنيا مقلوبه، ان ازاي مطلع معاه بنته، انت ازاي بتتاجر فيهم، انت ازاي عامل. يا جماعه، يا موحدين بالله، يا مؤمنين، في واحد هيخاف على بنته اكتر انت تخافوا على بنته اكتر من الاب والام؟ انا ما اعتقدش ان في حد هيخاف على البنت اكتر من ابوه وامهم. انتوا شايفينهم مش مسؤولين؟ يا جماعه هم ربنا اللي هيحاسبهم، يا جماعه هم اللي هيتحاسبوا على البنت دي. مفيش ام واب في الدنيا بياخدوا ولادهم عشان يعذبوهم في ثانيه. بقى في كلام حقوق مش عارف الانسان. الحاجه التانية بتوصلوا البني ادم لنفسيه مش طبيعيه. يا جماعه خليكم عارفين، والله العظيم بجد، يعني اتمنى من كل واحد يسمعني بقلبه، خليكم عارفين ان ده مش هقول لكم مصدر شغلنا او ده مصدر رزق بتاع بني ادم. عايز اقول لكم ان دول اتنين ليهم رب، ربك اللي بيحاسب مش الناس، ربك اللي بيحاسب. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب الناس على نواياها وعلى قلوبها وعلى كل شيء. وانا معترف دايما بالايه بتقول على قدر نياتكم ترزقون. ربنا سبحانه وتعالى بيكرم كل واحد فينا على قد نيته. كم واحد بيخش يشتمهم من ايام ما كانوا مخطوبين؟ يا اكرامي ما انتوا اللي عاملين وانتوا اللي بتسووا. خلاص يا عم، انت ما بتشوفش الدنيا بره عامله ازاي؟ الدنيا بره هي ده اللي بيحصل. ما احنا عملنا كتير فيديوهات هادفه كتير جدا، الناس وقتها طلعوا كله عمل رياكت وقال لك بيستغلوا وبتكسبوا مشاعر الناس. خلاص الناس عملوا مقالب، انتوا بتستخفوا بقول الناس المقالب فيك. طب عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ النجاح يا جماعه لو وجهه نظركم، انا يمكن مأيد في بعض الاوقات ان اكرامي هل انت تقبل مثلا انك تشتم وهتكمل وهتعمل؟ طب انا عايز اعمل حاجه بحبها. لو هنمشي على راي الناس يا جماعه حرام، اقسم بالله حرام حرفيا بجد. الواحد مننا بيبقى شقيان وطالع عين امه، طالع عين ام اللي جايبينه عشان نفسه يبقى حاجه، نفسه يبقى كويس، نفسه يبقى بطور نفسي. ربنا مثلا، انا واحد من الناس عايز امثل مثلا، عايز امثل. انا مش معنى كده اني بدافع عن احمد في تصرفاته كلها، ممكن وارد في تصرفات ما تعجبش الناس، وارد، بس كل واحد ليه رب هو اللي بيحاسبه. انما الناس داخله تشتم فيه وجروبات وامه وابوه واخواته وعيلته وقرايبه، ليه هو يعمل ليه يا جماعه؟ عندك كلمة خير قولها، ما عندكش اسكت ما تتكلمش، ما عندكش تعالوا كل واحد يخلينا في حاله يا سيدي. مش عاجبك ما تتفرجش عليه، ما تتفرجش. حب الناس اللي هي محدش بيحبه، كل الناس بتكرهه فرضا، كل الناس بتكرهه. النهارده لو انا عندي قناة وفيها مليون والناس ما بتحبنيش، مش هيبقوا 2 مليون، مش هيبقوا 3 مليون، مش هيبقوا 4 مليون. انا بتكلم من حرقة واحد صاحبي، كل الحكاية ان هو شاب فقير جدا، شاب بسيط، بس كل اللي هو حب يعمله ان يطور من نفسه على حساب احد يقول لي يا اكرامي يعني انت بايده على حساب عرضه وبيته؟ يا جماعة هو ما بيطلعش مثلا زينب في فيديوهات مثلا ممسكة خمرة ولا مطلعها في بعض النقط ممكن نتكلم فيها ونقول مثلا لا يا اكرامي ده غلط، اقول لك حد يكتب لي في كومنت اكتبوا لي ده غلط، اقول لك لا انا ما ايدك في ده. بس طالما ما بيأذكش انت حرفيا يبقى خلاص، طالما بيأذكوش انتوا حرفيا خلاص. طالما يا جماعه انت اللي بتخش تشوف بتتفرج، ما تتفرجش، ملاش لازمه تخرجه عن شعوره وتموته فرحه بنته، وناس عايز ترفع عليه مش عارف ايه، حقوق الانسان وحقوق المرأة،
حقوق مش عارف حقوق ايه. روح شوفوا الناس اللي في الشارع مرميه وبتموت، الناس اللي مش لاقيه تاكل في الشوارع، الاطفال اللي شحاتين اللي في الشوارع دي كتير جدا، ماسكين في واحد طلع بنته صورها. سيدي انت مش انت متضايق؟ خليك في حالك، هي ما تتاذي، هي اللي تتاذي، هي اللي تتاذي مش انت اللي تتاذي. الخلاصه يا جماعه لاجل النبي، يعني كفايه يا جماعه، كفايه قله الادب وكفايه سف وكفايه شتيمه. لو فعلا بتحبوا اكرامي فعلا بجد، سيبوا اللي ينجح ينجح واللي يفشل يفشل، سيبوا ربنا يحاسب. اي نعم معظم الناس بتتفرج عليا، يا عم اكرامي ربنا ايه اللي يحاسب بقى؟ انت تعمل لي فيها شيخ؟ مش هعمل فيها شيخ، مش هعمل فيها شيخ، بس دعوا الملك للمالك. الواحده لما بتطلق الناس كلها بتمسكها، ايه ده دي مطلقه؟ طب ما تيجي يا دي ابراهيم يا ده، دي شكلها شمال، خلينا المطلقه شمال، خلينا اللي بيفشكلوا مع بعض خطوبه ان اكيد سابها عشان اتعمل فيها حاجه، كل حاجه كويسه بنشوهها. انت مش مقتنع ان احمد وزينب كويسين؟ ما تتفرجش عليهم، سيب سيد الناس اللي بتتابعهم، الفئه اللي المعينه اللي بتتابعهم سيبهم، ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. اخر حاجه يا جماعه، اسهل حاجه في الدنيا الغلط، اسهل حاجه ان واحد زي ده عنده مثلا ناس كتير بيتابعوا، الاندر ايدج اللي بيتابعوه، الناس طبعا هتقول لي الكلام ده، اسهل حاجه ان يطلع يغلط ويشتم ويعمل. عمركم ما شفتوا من احمد لفظ؟ عمركم ما تجرحوش في الناس يا جماعه، كفايه كفايه تجرح في الناس لاجل ربنا سبحانه وتعالى. سيبوا يا جماعه دعوا الملك للمالك، دعوا الملك للمالك. سلام.